تنسوهم أول مرة خصك تكون صبار. أنا راجل صبار. ما تجيش أنت مني أجل لهنايا. ذرياتنا قرة أعين واجعلنا والذين اتقينا إماما. الله حدش كيحسدون على قد الكرسي معلوم لأن المعلم أعطاك قيمة واختارك أنت من وسط من التلاميذ كله. مهم كلشي تيكتب عليك فواحد القضية باك مناضل خاصك تكون مفتخر به باك ماشي في فرنسا باك في الحبس. ياك انت اللي مسؤول على الكرسي شكون داك السماء وي 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 انت تقدري تشوفي بابا.